اهلا البنات، اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ اليوم مشيت للصناعيه لواحد المحل سميتو ديزنابي هنا في الصناعيه ديال عجمان، دايرين تخفيضات ابتداء من 30% او 75%. هذا هو المحل في شارع بيروت في الصناعيه، وقلت نجيبكم معايا، نجيبكم في جوله في تقريبا كل شيء هنا. مثلا كاين منتجات تاع هذا البراند، هذه ريدكن امريكيه، زوينه هاد البراند هادي. هانتوما شوفوا كل شيء ب50 درهم، 40 درهم، هادي هي الاسعار تاع لي شامبوان، تاع البلسام، الماسكات، كل شيء كل شيء البنات. اي حاجه تخطر لكم على البال كتعلق بالشعر، هانتوما لاقام تاع كيغاستاز 100 درهم، وبعد التخفيض دايره تخفيض 75%، يعني تقريبا تاخدها ب25 درهم. هنايا كاين هما هاد المحل كيديروا ليكيداسيون تاع لي برودوي اللي عندهم صافي، حيت الصراحه هاد الشي براندات وبهاد الاسعار خياليه، يعني الواحد يقدر يشك يقول هاد الشي ماشي اصلي. هما اصلي، غير هو مثلا الصلاحيه، نكونوا صريحين، الصلاحيه ديالو كتكون قريبه تسالى، يعني بقى فيه 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، كيبغيو يلي كيديو داكشي باش يقدروا يجيبوا سلعه جديده. وبالنسبه انا مثلا غناخد قرعه تاع شامبوان، راه غادي تاخد لي هذاك الفتره الزمنيه ولا قل كاع. هنايا كما شفتوا اللقطه الاولى كانوا نضاضر، كاينين حتى نضاضر، هذوك لي كادغ ديال نضاضر، الماركات، الاشكال والالوان. هنايا كما وريتكم قلت لكم، يعني هنا ينفع بزاف الناس اللي عندهم الصالونات. هنا شامبوان كيراستاس 25 درهم، قلت لكم هادشي ينفع بزاف الناس اللي عندها اللي عندهم الصالونات. شوفوا لي برودوي داكشي تاع الصباغه وتاع داك دوك لي برودوي باش كيصبغوا داك الاكسجين وداك الشيء. هنايا جينا لقيت هاد الكريمات تاع كلارنس، هانتوما 10 تاع كريمات صغيورين طبعا، فيهم ب37 درهم، بغيتي وحده ب5 دراهم. هانت كل شيء، كاين السيروم، كاين جيل نيتوايون، كاين كلش، زعما اسعار زوينه بزاف ومسدودين، يعني ما كاينش خوف. هنايا لي بارفان تاعو رجال اديداس وزوينين صراحه، وجربتهم داكشي زوين يعني اصلي. انا كاينين هاد لي تخوس، انا كنت ماشيه وعلى اساس انني غادي نلقى مازال باقيين السكان، حيت انا كنت جايه على اساس كانوا كاينين سكان لي ماركس، على الاسف تقاداو السلعه طارت اخوتي، والله ما بقات. انا اصلا هذاك النهار اللي جيت اليوم من ورايا مشات واحد الصديقه، قالت لي داكشي كله، قالت لي اللي وريتيني، قالت لي واللي صورتي واللي خديتي، قالت لي ما لقيتش اغلبيته، ما لقيتوش، السلعه طارت. انا هذا الجناح فيه صباب ديال الرجال. هنا كاينه هذيك لا مارك ديال مينا تاعت المكياج، كنظن كلكم عارفينها. هنا كلارنس، يعني كاع الانواع ديال الكريمات ديالو حاطينهم هنا. مكياج ديال مينا، هاد لا مارك راه معروفه ديال ليطالي، ما عرفتش بعدا معروفه هنا في الامارات، ما عرفتش في المغرب واش كاينه ولا لا. هادو اقلام ديال العينين، لا مارك ماكي، كلشي ماركات ايطاليه، يعني وجودة مزيانة صراحة. هادو كانوا دايرين أقلام دايرين 5 دراهم، 8 دراهم، كل حاجة وتمانة. هنايا دي شامبوان تاع هاد لا مارك، شتو هما محطوطة 5 دراهم من وراهم. هنايا كاينين هاد لي ماسك تاع الفام وديال العينين تاع هاد لا مارك، هادي N7 تاع امريكا تاع هي، كلشي ب5 دراهم،
ماكياج اغوغو البنات، يعني لي فوندو تان، الهايلايتر، كلشي كلشي اللي طاح لكم في بالكم كاين. هنايا هذا دي ماكيون تاع اف سالورو، والاسعار يعني صراحه خرافيه. بصح انا قفرت كيف درت لكم في الاول ديال في العنوان ديال الفيديو بانني خربتها، ولكن صراحه ما ندمتش لان لقيت يعني حوايج اللي زوينين وغينفعوني القدام. هنا طلعت كاين الفوق، صراحه ماشي ما نثارش انتباهي بزاف الفوق لان فيه غير الحوايج، والحوايج ماشي دي ماركس الصراحه، نقولها لكم غير حوايج عاديين. قلت ما ضروري نضرب لكم في دويره باش تشوفوه زعما وتعرفوه صافي. وقلت نضرب بكم دوره هنايا كوميم تشوفوا شنو كاين باش تعرفوا، باش الا جيتوا تعرفوا شنو المحل شنو فيه. هو ما كبيرش بزاف الصراحه، يعني دغيا دويره دغيا تتسالي. الناس اللي مهتمين وبغاو يمشيو ليه راه هو يعني باقي التخفيضات مستمره حتى لاخر هذا الشهر، وما عرفتش واش غيجيبوا سلعه اخرى جديده يعني داخله ضمن التخفيض او لا. ولكن على ما شفت انا فاش مشيت تماك كانوا اي بلاصه كتخوى كيعاودوا يعمروها بالسلع، يعني مازال عندهم السلع. يعني البنات اللي مازال مهتمين وبغاو يمشيو كنظن يمشيو، ما كاينش مشكله، مازال غيلقاو شي حاجه ان شاء الله اللي تعجبهم. غير حاولوا البنات سيروا الصباح، صراحه الصباح كان خاوي حتى التصوير. انا صورت على خاطري كون وغير دازت واحد ميم با واحد نص ساعه عمر، ولا صعيب عليا باش نصور. داكشي علاش دغيا دغيا درت لكم جوله غير خفيفه، وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو غادي نوريكم المشتريات اللي شريت ونصور لكم كل حاجه يعني بوضوح منين نوصل للدار ان شاء الله. هنايا كاين قسم الالعاب حتى هو زوين داكشي زعما، والاسعار في المتناول. كاين صبابات، كاين شو هنايا العصارات ديال القهوه، هاد لونسومبل ديال كاينين، كاين حتى هاد الشيء ديال المعان كاين. وعندهم بزاف سلعه ديال نون، الناس في الامارات عارفين هاد الموقع ديال نون، لقيت بزاف ديال الحاجات من نون. هانت وما شتي بحال هاد المولينكس ب90 درهم ديال نون. على فكره كاع السلعه ديال نون راه زوينه، انا عن تجربه شخصيه يعني مجرباهم زوينه السلعه ديالهم. هنا شوايات شتي، دابا الجو بدا كيزيان، الناس كيبغيو الشوايات باش يديروا يخرجوا للبر. وهذه كانت هي الجوله ديالي معاكم، وهنايا كنت صافي كملت المشتريات ديالي. خليكم معايا حتى نوصل الدار وغادي نوريكم ان شاء الله اشنو شريت. بنات من بعد ما كملنا الجوله ديالنا في ديزنابي ورجعت للدار، قلت ضروري نشارك معكم المشتريات ديالي وتاخذوا فكره عن الاسعار وعلى المواد اللي كاينه متوفره. المهم اول حاجه نبداو بها هي المكياج من عند مينا. هانتوما هذا هايلايتر خديته، كانوا دايرين كل عرض كل جوج حاجات مثلا، هادو كل جوج اي حاجه، المهم جوج بياسات ب30 درهم. هانتوما وخديت هذا باودر هاد لاماركه دي ايطاليا ومعروفه، راه كاينه بزاف في المولات عندهم فروع بزاف. انا المهم انا كنشوفها في سيتي سنتر عجمان وفي سيتي سنتر زاهية اللي في الشرق شتو، ما عرفتش واش كاينه في مولات ثانيه اخرى ما عرفتش. وهذا الاي شادو باليت نيود، كانوا الوان بزاف ولكن انا عجبتني هذه اختاريت هذه. وخديت هذا الفراجو بلاش، هذا كاينين الوان على حسب البشره، انا خديت هذا.
يعني دابا البنات هنايا كاينين 4 البياسات هما هادو مثلا 60 درهم. وخديت هاد العكر حتى هو تاع مينا نفس الماركه شتو. وخديت هاد البراش حتى هي من نفس البراند. المهم البنات خربتها وصافي كما قلت لكم كما كتبت لكم في عنوان ديال الفيديو. هذا فون دو تان تاع هذا شيشيدو. هادو راه تيكونوا تيستر اصليين باعوا لي ب 22 درهم. وخديت هاد غوجا ليف حتى هو من كلارنس كيحمق البنات غزال اللون ديالو كيعجبني انا الاحمر. وخديت هذا كافر مي ديال كوريكتور لون خضر ها هو شتو من هاد لا مارك سميتها بيلا اوجي ايطاليا. كلشي عندهم هادو نتاع ايطاليا. وخديت هادو زوج ديال كلارنس نتاع هما بوم بوتي اكلير لو فيزاج غوتون لي تري هما جوج خديتهم 15 درهم الواحد. والناس غادي تسائل على الاسعار تقول لك هاد الاسعار رخيصه راه فعلا هادو كيديروا ليكيداسيون وهاد الشيء راه اصلي ماشي يعني مغشوش. وخديت هذا افان ها نتوما البنات شفتو كان 150 داروا عليه عرض تخفيض 75% خلصت عليه تقريبا شي 35 ولا 37 درهم. ها هو زوين ديال لتراخي الجلد وفقدان الكثافه ونقص الراحه كريم النهار. ها هو الشكل ديالو من الداخل كيفاش داير. وعندهم ماركات ثانيه بحال ديور غوتشي وإف سان لوران دايرينهم عند هذا بلاصه الحسابات الكاشير لاكيس تما كتمشي الا بغيتي شي حاجه كتاخديها. اثمنه ناقصه ولكن شويه مختلفه على. خديت هاد الشامبوان كيغاستاز هذا البنات كان داير 100 درهم بعد التخفيض ولا ب 25 درهم. خديت هاد الماسك ديال العينين هاد نمبر 7 هادي راه معروفه هاد لا مارك هادي تاعت هذا تاع امريكان. خديت هذه تاع مينا تاع الاظفار تاعت هذا المبرد كيقادو به الاظفار. وخديت هادو البنات هذا غوماج نيتوايون نتاع هذا على سيف دورانج شتو كاين هنايا 10 37 درهم. بغيتي وحده كتاخديها بخمسة دراهم. وخديت هذا سيرو حتى هو تاع كلارنس نفس السعر 37 درهم 10 ولا بغيتي وحده طبعا بخمسة دراهم الوحده. وهذا سوان ابري سولي ريباراتور خديته حتى هو ب 30 درهم. هاو هاو البنات شتو وخديت هاد الشامبوان كنقول لكم راكم عارفينو هاد الماركه وهانتم ها الاكسبايري ديت راه في حتى 2024. ردوا بالكم البنات من الا مشيتو ردوا بالكم من الصلاحيه وتشوفوا الحاجه واش مسدوده ولا ماشي مسدوده. الا ما كانش مسدوده ما تاخدوهاش. هانتم هذا السعر الاصلي ديالو 160 وخلاوه ب 40 درهم. وخديت هذا تا هو شامبوان هاد لا ماركه ديال تاع الامريكان راه معروفه حتى هي. ها هو السعر ديالو الاصلي الاول 160 درهم خلاوه ب 40. وخديت هذا البنات دايرينو ب 15 درهم
كاتبين عليه اونتي سيلوليت، غنشوف غنجربو ونشوف. كانوا دايرين هذا الحجم الكبير 200 مليون و 250، ولكن قلت حتى نجربو، قلت ناخد غير قرعة صغيرة حتى نشوف. او خديت هادي ضروري، الا خدينا الماكياج البنات ضروري ناخذ لي لا تروزا ديالو، داكشي مفركس. يا سلام اف سالورون، اصليين ودايرينهم بعشرين درهم. وللاسف لقيت في السكر ما بقاوش. ها يا البنات ثم ماكياج، ها هي هيا السلسلة ديال مكتوبة في إيف سان لوران من الداخل. ايوا طبعا ما نسيناش مول الدار، الله يخلي لينا، هو اللي كيعطينا باش نتهلاو في الحالة كل مرة، يجازيه بخير والله يرزقو من واسع، حيت مع طبيعه الشغل ديالو كيسافر بزاف. خديت لي هاد الكيت، عجبتني زوينه، تاع الرجال تاع كلارنس، هانتوما البنات فيها الشامبوان، هذا شامبوان وشاور جل يعني باندوش في نفس الوقت، وهذا ديال الغازاج تاع الحسانه، وهذا جل ايدغاتونت، وهذا نيتوايون تاع الفيزاج، وهذا يعني بحال كريم كيدير لي كلاو داكشي في الوجه. كاتبين هنايا كلشي التفاصيل هنايا في سميتو، وزوينه وعمليه للسفر وما غاليهش، كانوا دايرين ليها 85 درهم. السعر الاصلي ديالها كان 200، خلاوها ب 85 درهم. ايوا البنات هذه المشتريات ديالي، وخربتها ولكن صراحه تستاهل، لان هادو كلهم يعني ماركات لي معروفه وزوينين، وقلت انا فرصه ما غاديش تعوض، يعني حتى لو جبت بكميات زايده وفيهم تاريخ صلاحيه اللي هو طويل، لان نقدر نستعملهم من بعد يعني على المدى البعيد. داكشي علاش زعمت وخديت هاد الكميه، و هادشي اللي كاين، حبيت نتقاسم معكم المشتريات ديالي. ولا عجبكم الفيديو بقيتو حتى لهنا البنات وعجبكم الفيديو، ما تنساونيش بالاشتراك وباللايك وبالبارتاج. يلا نهاركم مبروك، مع السلامه.